هاي يا جماعه، ايه الاخبار؟ جالي تليفون من واحد لذيذ قوي، قال لي حازم انا محمد زهيري، انا راجل عندي جاليري ارت وركس ارت انستاليشنز، بعمل كولابوريشنز مع ديزاينرز وارتستس. قلت حلو قوي، تعال نشوف بتعمل ايه. قال لي لما تيجي تزورني. قلت له اجي ازورك. جيت لقيت حاجه خالص غير ما كنت متخيل. راكوتيس ارت. هاي مستر زهيري. هاي حازم، ممكن تحكي للجماعه على المكان اللذيذ ده؟ المكان دوت هو المقر بتاع راكوتيس ارت. احنا اونلاين جاليري بنبروموت ارت ورك ل 35 فنان مصري، مجموعه اعمال فنيه متنوعه على الويب سايت بتاعنا، وده جزء من الكولكشن بتاعتنا اللي موجود على الويب سايت. احنا عاملين ديسبلاي لذيذ لو حد حابب يجي يشرفنا يتفرج على الارت ورك في الحقيقه، او لو حابب يشوف حاجه ثانيه مش موجوده عندنا بنحضرها له. وعندنا سيرفيسز كتير لذيذة ممكن تعجب الناس، فمبسوط جدا ان انتوا موجودين عندنا النهارده. تعال نفرج الناس على المكان اللذيذ ده، يلا بينا، وبعد كده نتكلم بسرعة عن المكان. اوكي. الموضوع يا جماعة ان زهيري اخد مكان، هو عنده باشن للارت، هو راجل كولكتر، راجل ارتست، فقام واخد سبيس ستوديو لذيذ جدا مجهزه وعارض فيه شغل اي حد هو بيشوف فيه بوتنشال. هنحاول سبورت الفنانين المصريين، ومستقبلا هيبقى عندنا فنانين غير مصريين. اي حد عنده تالنت بنقدر نعرض شغله، ونحاول نوصل شغله للكولكترز يكونوا مهتمين بالارت ورك بتاعه، حابين ان هم يختنوه يعلقوه عندهم في البيت. وعندنا سيرفيسز كتير بتساعد على دوت، زي ما احنا بنعمل تراي ارت ورك. لو حد عنده حيطه فاضيه في البيت بنقدر نعمل له رندرز ارت ورك، واوبشنز كتير يقدر يختار منها. كمان من ضمن الحاجات اللذيذه اللي احنا بنعملها ان احنا بنحاول ان احنا ننوع من الكولكشن بتاعه الارت ورك اللي عندنا، ما بين حاجات افوردبل لحاجات برايس عالي شويه بس فيها فاليو قوي جدا وبوتنشال كانفستمنت على اللونج ران. احنا بنسبورت جدا الكولكترز الجداد اللي لسه بيبداوا الكولكشن بتاعتهم، وعندنا ممبرشيب بروجرام لاي حد هيعمل ريجستر على الويب سايت، هيبقى ليه مجموعه بنفيتس لذيذه جدا يقدر ان هو من خلالها يستفيد من الاكسبيرينس بتاعه الارت كولكتنج، ويتعلم اكتر عن الارت ورك اللي يستاهل فعلا ان هو يحط فيه انفستمنت. و غير ان احنا كمان بندي اوفرز للناس اللي عامله ممبرشيب معانا، ومن ضمنها مثلا فري شيبنج وديسكاونتس بطريقه لذيذه وبشكل مجاني. الكولكشن بتاعتنا متنوعه، فيها فنانين لسه صغيرين مبتدئين او لسه في بدايه مشوارهم الفني، وعندنا فنانين كبار بقالهم سنين في الارت سين وليهم بصمه وليهم شغل محقق نجاح جامد وعارضين شغل بره مصر وجوه مصر. عندنا مجموعه متنوعه من الستايلز والانواع الاعمال، ما بين بينتينج سكالبتشر درويينجز ديجيتال ارت حتى. الكولكشن مختلفه، وده جزء صغير منها اللي احنا عاملينه ديسبلاي عندنا في شوروم للبيت. محمد زهيري عامل مكان بيعرض فيه لكل الارتستس اللي بتوع الارت وركس ارت انستاليشنز، عنده استعداد يعمل كولابوريشن مع اي ديزاينر يعرض عنده استعداد لو حد دخل على الويب سايت عمل ريجسترنج انه يبعت له ارت وركس يجربها على الحيطه عنده. ليتس سي ان حد دخل اختار 10 ارت وركس، هو هياخدهم يجمعهم يتبعتوا له يعمل فري تراي ارت ورك، وبعدين اللي ما بياخدوش بيرجع عادي، وده كله فري اوف تشارج، بس بيدفع بس مينيمال فيز بتاعت الترانسبورتيشن. برضو اي انتيريور ديزاينر عايز يعرض عنده في فرنتشر شو روم، في ارت شو روم، في كونسبت ستور حاجه زهيري، يتواصل مع زهيري عن طريق الايميل art@racotis.art.